اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مختلفه تماما. نقدر نعمل بالمكونات اللي موجوده عندنا في الثلاجه اللي موجوده في البيت، مش هنكلف نفسنا. منتجاتنا عدس، شويه فراخ، صدور فراخ. هنعمل النهارده فتت العدس بالخل والثوم. معانا مشكلة مع الخل يا شيف، بيعمل لنا بعض الغازات والانتفاخات لما بنستخدمه في طبق الفتة. النهاردة هنعمل فتة العدس، هنشوف التركية اللي الشيف المغازة هيتبعها. العدس يكون خفيف ولا تقيل؟ هنحل اللغز ده مع بعض على الهواء. معانا صدور فراخ هنعملها النهاردة مشوية بالثوم والليمون، حاجة لطيفة وجميلة. نقدر نضيف لها زبدة، زيت زيتون حسب الرغبة، ونقدمها مع بطاطس بوريه أو بطاطس مشوية بالروزماري. معانا الفراولة النهاردة من خير أرضنا، لطيفة وجميلة، وسبحان الله الفراولة السنة دي طعمها زي العسل. فعايز أعمل النهاردة تورتاية لطيفة بالفراولة وأشربها صوص فراولة، يعني فراولة على فراولة، حاجة لطيفة وجميلة هتعجب حضراتكم إن شاء الله. وخلينا نستخدم الجنزبيل في عمل التورتاية النهاردة، لأن الجنزبيل كمان مفيد جدا، بيحرك الدم في شرايين الجسم كله. وكمان الفراولة منتج جيد جدا لفيتامين سي، وإحنا محتاجين لفيتامين سي عشان يقوي المناعة بتاعتنا. مش عايز أطول على حضراتكم لأن حالاتي فيها شغل كتير، وبداية أسبوع لطيف وجميل. فتة وفراخ مشوية مع بطاطس، شوربة عدس ممكن نعملها مع بعض من نفس العدس اللي هنعمله فتة. ففي تفاصيل كتير في الحلقة بتاعتي. خلونا نطلع فاصل صغير، ولكن بعد الفاصل في معلومة غير معلومة وأفكار بسيطة وسهلة بتكلفة قليلة جدا من اللي موجود في البيت. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، تعالوا نشوفوا خط سير الحلقه بتاعتنا هيبدا ازاي. طبعا مشترياتنا استاذ، طبعا مخرجنا الجميل الاستاذ احمد شفيق. صباح الفل يا شفيق. عايزين نستعرض مع الساده المشاهدين الماتيريال اللي معانا، بس عشان نوضح حاجه للساده المشاهدين. اللي عايزه تخش المطبخ وتعمل اكل وتعمل جديد، مش لازم تكلف نفسها وتكتب لسته قد كده لجوزها وهات وهات وهات، وفي الاخر لو ما جابش الكزبره مش هعمل فته النهارده. ما ينفعش الكلام ده. انت معاك الشيف المغازي، دمه خفيف على شاشه التلفزيون المصري، بيديك افكار حلوه بسيطه بمقادير قليله، تقدر تعملي الاكل اللي نفسك فيه. وبنعتبر يوم السبت ده فقره تعليميه للي عايزه تعمل فته، اللي عايزه تخش المطبخ تعمل تورتايه حلوه من البنات الحلوين اللي حابين المطبخ، اللي عايزين يعملوا فراخ مشويه. معانا عدس من خير ارضنا، ومعانا ليمون، ومعانا فراوله، معانا شويه دقيق كوبايتين، معانا عيش متحمص مع ناصيه الشارع، صدر فرخه موجود معانا، ممكن تشتري فراخ سليمه زي ما هي او تتباح اللي فوق السطح. معانا توم وبصل وشويه حبهان مع شويه جيلي فراوله، وده في اي سوبر ماركت مع ناصيه الشارع. معناش غير كده، ومعانا ربنا طبعا فوق الكل. تعال نبدا باول حاجه هنعملها تورته الفراوله، ونشربها فراوله، ويبقى جواها فراوله وطعم الفراوله فيها. مقاديرها على الشاشه. فراوله طازه، بسم الله ما شاء الله لونها يفتح الشهيه. ومعانا جيلي فراوله، معانا سكر، بيكنج باودر، اربع بيضات، شويه فانيليا لزفاره البيض، كوبين من الدقيق، ومعانا نص كوب من الزبده السايحه الدايبه يعني، ومعانا من الجنزبيل الطازه بشره او معلقتين جنزبيل مفرومين، ورشه ملح صغيره، وربع كوب من الزيت حسب الرغبه بدل الزبده اذا انت عايزه. حطيت زبده يبقى بلاش الزيت. هتستخدم حليب في التورتايه يا شيف؟ لا. حلو الكلام؟ يلا نبدا نشتغل مع بعض. البيض اول حاجه بنخفقه مع السكر بالشكل ده كده. أربع بيضات، ولازم تطلعي البيض من التلاجة في أيام البرد قبل ما تستخدميه بنص ساعة تقريبا. حلو، البيض في التلاجة والجو برد، حضراتكم عارفين طبعا، علشان يديك المادة الهشة أو يديك النتيجة كويسة لازم تطلعيه من التلاجة قبلها بنص ساعة. بنحط على البيض ده شوية السكر، والسكر ده عملية تقديرية، يعني ممكن يكون نص كوب ربع كوب، مفيش أي مشكلة. حلو. وطبعا احنا بنعتبر حلقاتنا دي حلقة تعليمية، في بنات بيحبوا يخشوا المطبخ وبيطلبوا مننا ان احنا نعمل ازاي كيكة والحاجات الحلوة عشان يهدوا ماما، تهدي تيتا، واللي عندها تيتا ربنا يخليها لها، واللي عندها ماما ربنا يخليها لها، علشان تعمل الحاجات اللطيفة السهلة. فأنا النهاردة ببشر جنزبيل اهوت ونستخدمه في الحلويات. جنزبيل طازة وفريش. جالي سؤال من الكنترول دلوقتي، ينفع نستخدم الجنزبيل البودر؟ هو ينفع، مش هيقول لا، بس مش هيبقى حلو زي الطازه ده كده. حلو. نبشره كده ينزل على البيض مع السكر.
ده على فكره بيدي طعم لطيف وجميل وفليفر جامد جدا، بيبقى سبايسي شويه بس سبايسي مفيد. والجنزبيل من الفوائد بتاعته الاولى اللي بتصدر القائمه لفائده الجنزبيل ان هو بيحرك الدم في الشرايين الدقيقه للجسم، ويا سلام مع وجود القرفه الاثنين يبقوا عصابه. ننزل بالجنزبيل ده كده على البيض مع السكر، ده الجديد. حلو الكلام، نقلبهم مع بعض. حلو قوي. شفتوا الجو ده كده، بيض جنزبيل سكر والخفق جيدا. حلو قوي. ننزل بالزبده السايحه دي، ممكن تسيحيها بشويه حليب او لو حطيتها جنب نار هاديه كده هتسيح لوحدها. ليه زبده يا شيف مش زيت؟ والله عشان يعني وجود الزبده مع الفراوله حاجه لطيفه، ممكن تعملها بالزيت، ممكن مفيش اي مشكله. حلو قوي. نشيل الحاجات دي عشان نوسع نفسنا كده، ونحط تقريبا ربع كوب من الحليب حسب الرغبه، او تحط عصير فراوله زي ما انت عايزه مفيش اي مشكله. بنحط معلقتين من جيلي الفراوله اهو، ده جيلي فراوله وده موجود في اي سوبر ماركت. بنحط هنا كده شويه، راح ابو حميد فراوله تقطع كده في قلب الصوص اللي انا عملته او المكون اللي انا عملته. اقوله تاني عشان البنوتات الحلوه اللي بتشوفني اللي عايزه تخش المطبخ النهارده تعمل تورتايه حلوه لمامتها اهو، فراوله تتقطع بالشكل ده كده. ولو لاحظين ان انا شلت المضرب مش هستخدمه، لان بعد كده هقلب الخليط ده معلقه خشبيه. حاضر عينيا. طب بس هنحط الكيكه في الفرن ونطلع نجري على طول. انا هحط البيكنج باودر، ملاحظين حاجه كده استخدامي بس للماتيريال او المقادير، خدت الدقيق لوحده كده على جنب وحطيت عليه بيكنج باودر اللي بيتعلمه مطبخ اهو، ومجهز كل حاجه. القالب اللي انا احط فيه مقدار الكيكه بعد ما اقلبه معايا اهوت ومغلفه بورقه زبده جاهز. اي قالب عندك مفيش مشكله، او صينيه دي جاهزه اهيت. درجه حراره الفرن بصيت عليه، درجه حراره الفرن عندي 180. الخليط اللي معايا ده زي الفل، اللون الاحمر ده من جيل الفراوله، والمقادير البيض مع السمنه مع الفانيليا كل ده مع بعضه والسكر. هنزل بالمقادير دي كده اهو موضوع بسيط خالص، ونقلبه بمعلقه خشبيه المضرب ما ينفعش هنا وهناخد المقدار ده كله نحطه في قلب القالب موضوع لطيف وجميل، وهتعملي تورتايه تطلع الفراوله دايبه دوب مع الكيكه بتاعتك. هنجهز لها طبعا صوص فراوله، تطلع من الفرن وهي سخنه كده لطيفه، تشرب صوص الفراوله اللي انا هعمله دلوقتي بالفراوله الباقيه عندي وبالجيلي فراوله، هنضربهم في قلب الخلاط ويسقطوا عليها اول ما تطلع من النار. هناخد المقدار ده كله، نتاكد ان كل المقادير اتقلبت كلها مع بعضيها كده من تحت لفوق اهو، واخدها في قلب القالب اهو. شوف ازاي الله، ده الموضوع سهل يا شيف، ده انا فاكره الموضوع صعب خالص، ما فيهوش اي صعوبه. كل المقادير مع بعضيها، البيض، الفراولة، الزبدة، البيكنج باودر، دقيق. درجة حرارة الفرن عندي 180. التايم قد ايه يا شيف؟ من 30 ل 40 دقيقة في درجة حرارة 180. تطلع من الفرن سخنة لطيفة جميلة، نبدأ نحط عليها صوص الفراولة. السؤال لمخرجنا، دي مكانها فين؟ في أرضية الفرن بالشكل ده كده. خلونا نطلع فاصل صغير، بعد الفاصل هنشوف كيكة الفراولة نشربها عصير فراولة ازاي، ونعمل فراخ مشوية، وما تنسوش فتة العدس بالخل والثوم عشان جو البرد. اوعوا تروحوا بعيد، تابعونا.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. في الاستوديو اخواننا الاساتذه المصورين بيقولوا يا بختك يا شيف على ايه بقى؟ جنبي شويه عدس بيتكلموا مصري بالامانه، عاملهم بدماغ. يعني جبت جزر، جبت بصل، جبت توم وطماطميه حلوه، قطعتهم مع بعض مع شويه عدس مصري لطيف جميل، غسلته مره اتنين تلاته، صفيته من الميه وحطيته مع النار كله نيف نيف وسبتهم يغلوا. دي المقادير اللي على الشاشه: عدس، بصل، توم، فلفل حار حسب الرغبه، ولادك بيحبوا الحار حط حار زي ما انت عايزه، وكل ده يتحط في قلب الحله على النار ونسيبه يتكتك يغلي. في الاخر بنضربه في الخلاط او ان احنا بننزله في المفرمه زي ما انت عايزه بالشكل ده كده. اه كان زمان ام الله يرحمها ما فيش خلاط عندنا، ده يتحط في مصفى كده وتقعد تعمله بايدها لغايه لما ينزل من المصفى يبقى متصفي وزي الفل. اه والله العظيم. وطعم العدس ده بالسمنه البلد. ايه اللي معاك ده يا شيف؟ ايه اللي جاب سيره اللحمه هنا؟ نتكلم عن حاجه بس، اللي عم نحب نجود ونعمل حاجه لطيفه غير الاخرين، يعني دايما تعملي جديد. ممكن حماتك، نينا، تيتا علمتك على حاجه حلوه، انت تضيفي اضافاتك انت لجوزك ولاولادك. والله شفت حماتي او تيتا بتعمل شوربه العدس بالخل والثوم، فالولاد مش بيحبوا الخل كتير ولا الثوم، فايه المشكله لو جبنا ربع كيلو لحم مفروم في نسبة دهون شوية وعملناها كور صغيرة زي داوود باشا، اسمها ميني داوود باشا، قد حباية البندق، ونحمصها في الفرن. دي هتتحط فين بعد كده؟ تتحط على وش الفتة، حاجة لطيفة جميلة. وناخد البهريز اللي ينزل من اللحمة دي نعمل بيه التومة اللي بالخل واللي هنعملها ونحطها على وش الفتة، حاجة إضافة. ده الإبداع اللي بتكلم عنه. هنشوي اللحمة دي في قلب الفرن. دي ممكن مش موجودة في المقادير يا أستاذة رحاب، ولكن هتبقى لطيفة وجميلة. أه حلو الكلام. دي ممكن تحطها وما تحطهاش، ممكن تحط مكسرات، ممكن تحط صنوبر، زي ما انت عايز. هنبدا نجهز العدس للفته. العدس كالعاده اهو، ممكن نعمل منه شوربه، ممكن نعمل منه غموس زي ما احنا عايزين بالشكل ده كده. ونشوف العيش المحمص عندنا جاهز وزي الفل. ممكن تشويه في الفرن او تحمصيه في الفرن، ممكن تحمصيه في قلب الزيت، ولكن الافضل انك انت في الفرن تحمصيه يبقى لطيف وجميل. العيش عندنا زي الفل اهوت. ده هنشربه عدس خفيف دلوقتي، لانه يفضل طبعا شوربة العدس يبقى العدس بتاعها خفيف. طاسة على النار، بسم الله الرحمن الرحيم. في قلب الطاسة دي كده بنحط معلقة زيت زيتون بالشكل ده كده. هعمل حاجة حلوة دلوقتي تعجبك قوي على فكرة، لطيفة. ده زيت زيتون، بحط على زيت الزيتون ده كده وانا ماشي في سكتي، ما كانش في الحسبان ولا كان في المخطط انك ايه تلاقي زعتر بري حلو كده في طريقك. اهو ينفع مع العدس يا شيف؟ ينفع. ما ينفعش ليه؟ زعتر زي ده فريش في قلب الزيت هيديك فليفر لطيف جدا. وعندنا توم، بدات اشم ريحه الزعتر. شويه توم حلوين كده بالشكل ده كده زي الفل. ممكن تحط بصله ناعمه. نستنى على التومه دي لما تتحمر. بننزل على التومه دي عم الشيف بشويه كزبره ناشفه. انا بجهز الشوربه بتاعت الفته تبقى خفيفه، واخده تومه، واخده كزبره، واخده زعتر لطيفه اهوت زي الفل. نقلب التومه، اوعي تتحرق مني، خلي بالك لو اتحرقت باظت الاكله كلها، باظ العيش اللي انت حمصتيه وباظ العدس اللي انت تعبت عليه. مفيش وقت تسلي عدس تاني. الشكل ده كده. اشم الريحه الحلوه، كزبره ناشفه حطيتها مع توم مع زيت زيتون. عجبني قوي الروزماري الفريش ده، لما بلاقيه بجيبه ما بفكرش على طول اجيبه، استخدمه في اي حاجه بقى. زي ما انا شغال كده. بس اهم حاجه يكون موجود عندي في المطبخ مع روزماري. الحاجات دي لازم تكون موجوده عندك دايما، مش ان انا ما عنديش فراخ مشويه النهارده مش هجيب روزماري او اجيب زعتر، لا بالعكس. بتعملي طبق بيض اومليت، تعملي عجه، حطي فيها الروزماري والزعتر، مش هيقول لا. زي الفل. ننزل بالعدس يلا. العدس المصري بيتكلم مصري. يا ويلي يا ويلي. هو ده هو ده. نزل، معلش نشيل اللي توقع ده على الارض. اللهم صل على النبي. زي الفل. نبدا ان احنا ناخد العدس اللي احنا عملناه ده كده ينزل على وش الفته. فين التومه والخل حالا دلوقتي؟ نخفه كده. الله،
ده تقيل شويه معانا ميه بتغلي. ده المطبخ ما ينفعش تحط ميه بارده، لازم على طول بتزودها حاجه اهو زي الفل. ونقلبه كده ونظبط الملح بتاعه، شويه الكمون اللي هنحطهم عشان الغازات. خلينا نطلع فاصل صغير، والمطلوب ان العدس ده ياخد غلوه على النار، يتعرف على التومه، يتعرف على الزعتر، يتعرف على زيت الزيتون بالشكل ده كده. عندنا العيش متحمص، هنبدا الفته دي مش تاخد مننا وقت، وانا حابب اعملها في الاخر عشان المطلوب ان انت تعملي طبق فته وكل الاسره متجمعه على طبليه على سفره واحده، مفيش حد يجي بعد ما نحط الصلصه او نحط الطشه على وش الفته عشان كله يستمتع مع الريحه اللطيفه الجميله. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، مش بعمل اي حاجه غير مع حضراتكم، واذا عملت حاجه بقول عليها، بخبيش. العدس على النار بيستوي كده، وموطي عليه النار اللي هو بتاع الفته، والمطلوب ان يكون خفيف بالشكل ده كده، وروقت البوتاجاز بتاعي وجاهز كده اهي على ما يجوا الضيوف بتوعنا علشان نبدا نحط الفته. ولكن للامانه موجود معايا عدس، ده هقدمه كشوربه. اللي مش عايز ياكل فته يشرب من شوربه العدس دي. جيب لي العدس كده وهو بيتكلم مصري في قلب الطاسه بتاعته. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ واخد الطماطمايه والجزرايه والبصلايه والتومايه، زيت زيتون او سمنه او زبده حسب الرغبه، ايهما افضل يا عم الشيف؟ الافضل معلقتين زبده لشوربه العدس. ونروق على الطبق ده كده زي الفل. دي شوربه العدس. العدس ده ما نقدرش نختلف عليه بجو البرد. متواجد وزي الفل. ممكن نزين الطبق ده برشه بقدونس حلوه كده حسب الرغبه. ده عشان الصوره. ولكن لو احنا هناكل على السفره مش بحب البقدونس على الوش. انا كده بتكلم الصراحه على طول. نبص على الفرن كده ايه الاخبار؟ اللحمه بتستوي زي الفل. والكيكه بتاعتي في قلب الفرن، ابص على الحاجه تمام زي الفل. طبعا اللحمه دي هنحطها على وش الفته. تعالوا نشوفوا مع بعض مقادير فراخ مشويه بالزبده والليمون. المقادير على الشاشه. صدور فراخ، ثوم، زبده، عصير ليمون وسلايز ليمون. دي المقادير. تاني، صدور فراخ، زبده، ثوم، عصير ليمون وسلايز من الليمون، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه زعتر، ومعانا طاسه سخنه على النار. تعالوا نعمل الفراخ دي بسرعه كده مع بعض. أول حاجة بجيب سكينة وتكون حامية عشان أقطع الفراخ دي شرايح. حلو الكلام؟ ينفع نعملها فراخ سليمة؟ ممكن حسب الرغبة. اللهم صل على النبي. صدر فرخة زي ده كده. وأنا عملت الفراخ دي عشان في أطفال على السفرة بيحبوني وأنا بحبهم. مش هياكلوا من شوربة العدس ولا عايزين عدس. في كده بيبقى دايماً على السفرة برضو إيه؟ يقول لك والله يا ماما انا مش بحب شوربه العدس. متعودين يشوفوا الفته لحمه هبر كوارع الحاجات دي كلها. فعملنا لهم صدور فراخ مشويه اهي زي الفل. وبتاخدش وقت، 10 دقايق بيكون الطبق جاهز. اهم حاجه تكون الطاسه سخنه وتقطعي الفراخ كده شرايح رفيعه عشان ما تاخدش وقت كتير من السوى بالشكل ده كده اهو. نشيل دي من هنا ونتبل الفراخ دي سريعا كده بتتبيله لطيفه. اساسي فيها زيت الزيتون والجريلا جاهزه. بس قبل كل حاجه عايز اشرح لحضراتكم ترتيب تنفيذ الحلقه او اعداد الحلقه. اول حاجه بالكيكه اللي بتاخد وقت كبير في السوى، حطيتها في قلب الفرن. وبعد كده العدس كان على النار بيستوي، ده الطبيعي. ونحط فلفل اسود وتوم، شويه زيت زيتون، مع عود روزماري موجود معانا زي الفل اهوت. دايما خلي في مطبخك الروزماري والزعتر، ده زيت زيتون اهوت. وده الروزماري بتاعنا. ممكن روزماري يابس ينفع، بس ده ينطحن ناعم. اللي بيستخدم الروزماري الناشف في الاكل يفضل استخدامه ناعم. يديله فليفر ويدي الطعم بسرعة. اما اللي هيستخدمه ناشف ويابس بياخد وقت كبير زي الحبهان كده لما نحطه طبعا سليم. نبدا نحط الفراخ على التتبيله دي كده ونقلبها. ملاحظين حاجه ان انا ما حطيتش بهارات كتيره،
هو ملح وفلفل وروزماري وتوم عشان طعم الليمون هنا يظهر مع الزبدة. امتى نحط الزبدة والليمون؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. طاسة اخبارها ايه؟ بتناديني. يلا. في قلب الطاسة. ودي بتعملها كده في ثواني معدودة، بس اهم حاجة الفراخ تكون متبلة وجاهزة. اللهم صل على النبي. زي الفل. حلوة. الفراخ بتتشوي على النار. نعمل الصلصة بتاعتها اللي هي الزبدة والليمون. نبدأ ان احنا نقلب الفراخ مع بعض كده بسرعة. افندم. لطيف. ممكن سؤال جانا من على السوشيال ميديا، العدس بعد ما يستوي ينفع نحط عليه قالب زبده؟ نحط يعني معلقه زبده كويس، تبقى حلوه قوي على فكره، ما نكترش كتير يعني، عشان كده كده العدس اصلا يعني حاجه صحيه ولطيفه ومش مؤذي. عشان يقول لك مثلا انا معايا السكر معايا الضغط مش باكل عدس، لا العدس مش مؤذي بس نستخدمه صح. انا عملته بصراحه ب معلقه زيت زيتون في البدايه خالص، وانا دايما لما بعمل شوربه العدس بشوح البصله والتومه قبل ما بحط عليهم العدس وبقيه المكونات. ما بحبش تبقى البصله نيه كده في شوربه العدس، بتدي طعم مش لطيف. خلوا بالكم نشيل دي عشان قطعنا عليها. ايوه يا فندم. شوربه الطماطم على الشاشه مع بعض، طماطم مضروبه في قلب الخلاط. حلو الكلام. بنحط عليها روزماري، بنحط عليها زعتر، وبعد كده إضافة الكريمة اللبان لشوربة الطماطم اختياري، إضافة الشوفان للكريمة للشوربة اختياري حسب ما احنا بنحب. والسؤال ده طبعا من خلال السوشيال ميديا علشان حبايبنا اللي بيتواصلوا معانا على السوشيال ميديا، وعشان حبايبنا اللي على السوشيال ميديا احنا بنحدد يوم في الأسبوع بنعمل الأكل اللي حضراتكم بتحبوه وبتطلبوه. دي بطاطس أنا شويتها في الفرن عشان أقدمها مع الفراخ المشوية عشان الأطفال الحلوين ما يعترضوش وياكلوا ويقعدوا على السفرة، يشاركوا بابا وماما على السفرة. بطاطس شكلها لطيف وحلو، حطيت زيت زيتون مع شوية روزماري حلوين وملح وفلفل وشويتها في الفرن، وأنا واقف كده في المطبخ بتسلى أكسب وقت، ما كده كده الفرن متولع وجاهز. أنا عايز أقول حاجة حلوة، اللي عندها فرن كهرباء أو غاز وبتجهزه علشان تعمل تورتاية، ما تحرقش الغاز والكهرباء على الفاضي. حط في الفرن اي عد شويه بطاطا، صدرين بطاطا حطيهم في الفرن يتشوي. ما عندكيش بطاطا حط بصل يتشوي. ما عندكيش بصل حط شويه بطاطس زي اللي انا عاملهم دول يتشوي. استخدمي الطاقه بتاعه الفرن في تسويه بعض الحاجات. خلي بالك دي فكره لطيفه وجميله. بنتبل الفراخ في التوم والزبادي مع شويه ملح وشويه فلفل وحبهان. طالما حطينا زبادي نحط حبهان، الزبادي يحب الحبهان، بياخدنا لمدرسه الشاورما. الفراخ اتشوت زي الفل، طلعها بقى في طبق. شايفين الجو ده كده؟ الشوايه بتاعتي بتساعدني زي الفل، درجه الحراره بتاعتها حلوه. ممكن على فكره تعملي حاجه حلوه تقدميها في نفس الطبق تقعد سخنه فتره طويله زي ما انت عايزه. ممكن نقدمها في الطبق اللي انا مجهزه ده كده، بالشكل ده كده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الله، ما خدتش وقت. فراخ مشويه. نعم، سؤال تاني من خلال السوشيال ميديا، ينفع بدل الفراخ سمك فيليه؟ ينفع. فيليه قشر بياض نفس الطريقه. ينفع بدل الفيليه جمبري؟ بنفس الطريقه. يتقدم جمبري مشوي بنفس الطريقه. الله على الفراخ دي. عايزه تعمليها بالصويا صوص بدل الليمون اللي انا مجهزه ده كده؟ حسب الرغبه. حلوة أوي الفراخ دي، أقدمها كده طبق سريع وسهل. ناخد الصلصة اللي أنا عاملها دي كده، نحط عليها شوية ملح صغيرين، شوية فلفل صغيرين. يلا زي الفل. تمام. الله 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 الله. زبدة وليمون على الوش كده. خلي بالك لو انت حاطه ملح مع البطاطس اعملي كنترول في موضوع الملح ده كده. ممكن تبقي خليكي احسن من الشيف المغازي بقى وجودي زي انا دايما ما بقول،
الفراخ دي تاخد غلوة في الصلصة دي اللي هي صلصة الزبدة والليمون على النار، تاخد غلوة كده تبقى لطيفة وجميلة حسب ما انت حابة. تشيل ده كده من النار، حلو، ده مطلوب. تعالوا نشوف الفرن فيه ايه ونشيل دي من على النار. الفراخ قصدي اللحمة، ايه ده، ايه الجمال والحلاوة دي يا شيخ. بص انا بعمل ايه، والنبي الاساتذة المصورين حبايبي بس يجيبوا التركاية دي. دي لحمة عملتها زي داوود باشا كده، قطعتها شويتها في الفرن. شفت ايه ده شفت الجو ده كده، ده الجديد. دي الاولاد يفرحوا بيها قوي مع الفته، متعودين ياكلوا الفته من ايد تيتا، خل وتوم. لما ياكل دي ويذوق طعمها كده، ممكن تعمليها بالفراخ، ممكن تعمليها باللحمه المفرومه زي ما انا عملتها دلوقتي كده. في حاجه وقعت لها زي الفل. الكيكه اخبارها ايه؟ زي الفل، جاهزه. هنسيبها نطلعها اخر حاجه. تعالوا نعمل الطشه بسرعه. دي السمنه، ده التوم. انا مش هاخد غير دقيقه واحده عشان ما تزعلوش مني. بص التوم حلو، الله الله. خل عندنا جاهز، انا من الناس اللي بيحبوا شويه كزبره ناشفين كده مع التومه. وادي الخل بتاعنا، يلا. اوعى في حياتك التومه تاخد لون بتاعه الفته، خلي بالك هتمرر لك الفته وجوزك يعترض عليها. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، اللهم صل على النبي. ناخد العدس بتاعنا، ننزل بيه على وش الخبزه. اللي يضرب المعلقه في قلب العيش هيلاقي فيه لحمه. شفتوا بقى التركايه؟ واعملها كمين لجوزك كده. هيلاقي حاجه حلوه كده طعمها حلو، يقول لك انت عاملاها بالبندق يا مدام، اقول له لا يا حبيبي دي لحم مفرومه، انا عملتها الشيف المغازي عملها لطيفه وجميله، حتى انا ما عرفتهاش غير لما جربتها. ناخد الطشه الحلوه دي كده. يلا نسيب الخل يتطهر غازاته على النار. اللي عنده مشكله مع الخل يسيبه ياخد غلوه على النار. لغايه لما البخار ده يطلع. والجيران يعرفوا ان احنا عاملين فته. يلا يلا، سنه ملح. على فين على فين؟ فرسان التلفزيون المصري. طشة الخل والتوم على وش الفتة المصرية، بتتكلم مصري، بتتكلم صعيدي، بتتكلم من الريف المصري والفلاح المصري الأصيل. ده الفتة خلاص جاهزة. طلع لنا التورتاية يا عم الشيف. بسم الله الرحمن الرحيم، معانا وقت هنشوفها بإذن الله. انا عايز اطلعها مستوية كده عشان اشربها عصير. نعمين امرني. حاضر عينيا. كده زعلش انت حبيبي. حلوه، يلا اللهم صل على، كلنا نجتهد ونعمل حتى يرضى حضراتكم، كلنا بنجتهد عشان الصوره تطلع حلوه. تعالوا مع بعض نشوف اخبار التورتايه الحلوه اللي في الفرن. معانا الخلاط، جبنا الفراوله اللي كانت موجوده عندنا بالشكل ده كده، وحطينا عليها جيلي فراوله بعد ما دوبناها في شوية مية سخنين، وضربنا الفراولة في قلب الخلاط. حلو الكلام. وفي الآخر هنحطها على وش التورتاية بتاعتنا. حاضر يا فندم. دي التورتاية بتاعتنا اهي زي الفل، زي ما هي كده يا عم الشيف. يعني مطلوب مني لازم اخلص الحلقه. يلا دي وهي سخنه كده، ده عصير الفراوله. يا ويلي اللهم صل على النبي. حطيها وهي سخنه، تنزل عليها كده وتسيبيها بتاع 10 دقايق تشرب صوص الفراوله مع جيل الفراوله، تقطعي منها بالسكينه تطلع معاكي شرايح لطيفه وجميله. حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه، عملنا تورتة الفراولة شربة صوص فراولة، عملنا فتة العدس وشوربة العدس، فراخ مشوية مع بطاطس مشوية، ما تنسوش طبق السلطة الخضراء بتاعتنا متواجد على السفرة. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.